سهر بشار بن برد عند رجل واعجبته جاريته فقالت الجاريه يا ابا معاذ احب ان تذكر يومنا هذا في قصيده ولا تذكر فيها اسمي ولا اسم سيدي وتكتب بها اليه فانصرف وكتب اليه وذات دل كان البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا إن العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيين قتلانا فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي فأسمعيني جزاك الله إحسانا يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا سكن الريان من كان قالت فهل لفدتك النفس احسن من هذا لمن كان صب القلب حيرانا يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا فقلت احسنت انت الشمس طالعه ابرمت في القلب والاحشاء نيرانا فأسمعيني صوتا مطربا هزجا يزيد صبا محبا فيك اشجانا يا ليتني كنت تفاحا تلفحه او كنت من قضوب الريحان ريحانا حتى اذا وجدت ريحي فأعجبها ونحن في غفله مثلت انسانا فحركت عودها ثم انثنت طربا تشدو به ثم لا تخفيه كتمانا، أصبحت أطوع خلق الله كلهم، لأكثر الخلق لي في الحب عصيانا، فحركت عودها ثم انثنت طربا، تشدو به ثم لا تخفيه كتمانا، أصبحت أطوع خلق الله كلهم، لأكثر الخلق لي في الحب عصيانا، فقلت اطربتنا يا زين مجلسنا فهات انك بالاحسان اولانا لو كنت اعلم ان الحب يقتلني اعددت لي قبل ان القاك اكفانا فغنت الشرب صوتا مؤنقا رملا يذكي السرور ويبكي القلب الوانا لا يقتل الله من دامت مودته والله يقتل اهل الغدر احيانا